بوم. هلو ايفريوان حبايب قلب كمرين مانا كناك سكند تيرم مع بعض. النهاردة هنقضي على اليونت كلها. هاخد اول درس هنا pronunciation, بيتكلم عن النطق. هبدأ فيها شباب. بيقول لي long vowels, بيتكلم عن long and short vowels, الاصوات الطويلة والقصيرة. هنتكلم هنا عن long vowels, الاصوات الطويلة. When there is a double E in a word, the sound is long. لما يبقى فيه double E في الكلمة يبقى هنا ده long vowel, صوت طويل. زي ايه؟ seed, tree, sheep, queen. بص الرمز الصوتي بتاع الدبل E عامل ازاي, لازم تعرفه. ده الرمز الصوتي بتاع دبل E. seed, tree, sheep, queen. When there is a double O in a word, the sound is long. لما يبقى في double O في الكلمة الصوت يبقى طويل. زي ايه؟ school, tool, spoon, noon, smooth, smooth, smooth يعني ناعم او املس. smooth, food, zoo, pool. بص الرمز الصوتي بتاع الدبل او الطويلة عامل ازاي اهو. او بيجيب لي بعد كده short vowels بقى. بص الصوت بتاع الدبل او لما تبقى قصيرة مش طويلة بيبقى عامل كده. ده الرمز الصوتي بتاع الدبل او في الشورت. good, good. wool, wool. wood, wood. cook, cook. book, book. يبقى دي اسمها دبل او في الشورت فورم. good, good. wool, wool. wood, wood. cook, cook. book, book. جميل. هنا بقى شورت او اللي بتتنطق اه. بص الرمز الصوتي بتاعها كده. دي بنقول flood, blood, flood, blood. اوكي دي short vowels. هنا بيقول لي في pop quiz قصير كده read and circuit the long O بالصوت ده. ايه ده الصوت ده؟ صوت الـ A, رمز الـ A. بص اهو افتكر معاي ده رمز ايه؟ رمز الاو. رمز الايه؟ او الطويله. يبقى هنا هناخد الكلمات اللي فيها او بس. pool تنفع, food اوكي, blood ينفع, no, wool ينفع, no, spoon yes, wood no, book no, school yes. read and sort, هنقرا ونصنف دول في الهومورك بقى. بص كلمة tool تيجي مع انهي رمز صوتي في دول؟ الاو ده, يبقى نكتب tool هنا. three هنا مع ده, دي ده بتاع الدبل اي. three. wool, wool ده ايه؟ هنا في الشورت او. wood معاها برضو. school, ooh, تبقى هنا. cheese, صوت او الرمز الصوتي للدبل اي هنا. cheese. book, book مع wood. flood, دي المفتوحة بقى. short vowel, flood, blood معاها. smooth, في اللونج او. سموث. فود معاهم. كوين مع الدبل اي. كوين. كده عملنا دول وصنفناهم. listen for البارت 2 بتاعه بيتكلم عن الماث وبيتكلم عن راوند ديسيمالز. راوندينج ديسيمالز اللي هو تقريب الكسور العشرية. تعال نشوف هنا شباب لما يكتب لي الرقم ده 13.95 كل بيعرفني كل خانة. دي اسمها خانة تنز العشرات, يونتس الأحاد, والعلامة العشرية اسمها ديسيمال بوينت. ديسيمال بوينت
وهنا برضو في عشرات ومئات في بعد العلامة العشرية. Tenth يعني one over ten. Hundredth one over hundred. تيجي هنا نشوف بيقول لي we can round the number after the decimal point to the nearest whole number. It makes the number shorter and easier to use. يعني ايه الكلام ده؟ بيقول لي بعد العلامة العشرية دي ممكن نقرب الرقم ده لأقرب رقم صحيح. طب الكلام ده بيحصل ازاي؟ Look بص معايا كده، لما يبقى عندي number زي كده 16.25، عايزين نقرب الرقم ده لأقرب رقم صحيح. بص لما ابص بعد الديسمال بوينت بعد العلامة العشرية الرقم ده لو اقل من 5، لو اقل من 5 يبقى ده هيفضل زي ما هو كده، نقربه لكام؟ 16. اوكي طب لو كان more than 5 يعني مثلا 16.86 يبقى ده نقربه لكام؟ 17. يبقى عملية تقريب الارقام العشرية دي بترجع الى الرقم اللي بعد العلامة العشرية. لو less than 5 لو اقل من 5 يبقى ده مش هنزوده حاجة، هنقربه لنفس الرقم الصحيح. لكن لو ده more than 5 يبقى هنقربه للرقم اللي بعده الصحيح اللي هو كده. طيب نعملها مرة كمان، لو عندي مثلا 23.25 يبقى هنقربه لكام ده يا انس؟ we can round it to weekend. اوكي يعني هنعمله كام؟ 23. برافو عليك. طيب هنا لو عملت 39.76 we can round it to 40. برافو جميل. يبقى احنا كده فهمناه. هنا بقى هتعمل دول في الهومورك بعد اذنك، هتقرب الاعداد دي في page 43 ونبدا الدرس المهم قوي اللي هننهي بيه اليونت lessons 5 and 6، بيتكلم عن writing الكتابه وبروجكت مشروع. ناخد بقى كلماتنا يا شباب. blogging. بص يا سيدي كلمه blog يعني مدونه الكترونيه. يعني ايه؟ يعني زي صفحه الفيسبوك بتاعتك، الانستغرام، الحاجات دي اسمها بلوج، مدونة الكترونية بتكتب عليها اي حاجة تيجي في بالك. عندي بقى منازل غير عادية، unusual homes. unusual homes. كلنا ننطق يا شباب unusual homes. unusual homes. البيت الريفي اسمه farm house. farm house. ممكن نخطف الاتش ونقول farm house. farm house. عندي هنا ecological friendly. ecological friendly يعني صديق للبيئة، ما بيعملش تلوث. local people. local people. عارفينهم السكان المحليين. اي منظر طبيعي اسمه landscape. landscape. كل الدي landscape. landscape. topic. topic. topic يعني موضوع. المهندس المعماري architect. architect. الH هنا silent يا شباب. architect. architect. احنا عندنا مهندس معماري وظيفته ان هو ديزاين يصمم بس، لكن في انجينير اللي هو المهندس المدني ياخد منه الديزاين التصميم ده وينزل بقى مع العمال يعرفهم عملية البناء تتم ازاي. air. الهواء. air. هنا بقى living things. living things اللي هي الكائنات الحية. طب الكائنات الغير حية اسمها non living things. non living. الحقول اسمها fields. fields. energy. ضم بقك في الاي ار اللي في النص. energy. هولندا اسمها netherlands. netherlands. وطبعا لازم بكابيتال لان ده country. actually دي ممكن نستخدمها في الكلام كده، تقول actually يعني فعليا انا رحت مش عارف ايه. actually awesome. awesome رائع. awesome awesome
أونلاين بلوج. أونلاين بلوج قلنا مدونة عبر الإنترنت زي صفحة الفيسبوك زي إنستغرام والحاجات دي. Upside down. Upside down. مقلوب رأسا على عقب. Upside down. Upside down. البيئة environment. Environment. بص هنا في positive adjectives يعني صفات إيجابية ونيجاتيف adjectives صفات سلبية. البوزيتيف زي ايه؟ funny. funny. interesting. interesting. ممكن عارف اللي احنا قايلين لما الان يجي بعدها تي ممكن نخلي التي silent فتقول interesting. 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 brilliant. brilliant. جذاب او رائع. brilliant. brilliant. كلمة brilliant يعني ذكي كمان. cool. cool. لطيف تقول that's cool. Friendly. ودود. Friendly. Awesome. النيجاتيف adjectives بقى سيء وحش. Awful. Awful. Boring. ممل. Boring. بص الفيرب ده اسمه annoy يعني يضايق او يزعج. مزعج بقى الصفة منه annoying. Annoying. The conjugation of verbs بقى change changed. Change, changed. Work worked. Work worked. كيناتي worked. Worked. Use used. Use heat يعني يسخن. Heated. Heated. Blog. Blog يعني يكتب في المدونة يعني افتح صفحة الفيسبوك بتاعتي واكتب عليها اي بوست. Blog blogged. Blog, blog. خلي بالك في الباست بنضعف الجي. Blog, blogged. Blog, blog. الirregular verbs بقى. Write, wrote. Write, wrote. Take, took. Take, took. Find, found. Find, found. Think, thought. Think, thought. برافو يا شباب. الimportant expressions and prepositions بقى حروف الجر والتعبيرات المهمة. يكتب عن. Write about. Write about. Make energy. Make energy. Make energy يعني يولد الطاقة. Interesting for. Interesting for. Interesting for يعني مثير لي. At the top. At the top. في القمة. Fit in. Fit. يعني تتلائم مع يعني تتناسب مع. Fit in. Fit. Related to. Related to the environment مثلا يعني متعلق بالبيئة. وجايب لي هنا definitions تعريفات. كلمة blogging ايه blogging ده؟ to write about something in an online blog. لما تيجي تكتب عن حاجة في مدونة عبر الانترنت يعني تكتب حاجة على صفحته. ecological قلنا ده معناه متعلق بالكائنات الحية والبيئات اللي عايشين فيها. Related to living things يعني متعلق بالكائنات الحية and their environments وبيئاتهم. المين بوينتس بتاعت الدرس أو النقاط الرئيسية. داليدا likes blogging about different things. داليدا بتحب تكتب وتدون عن أشياء كتير مختلفة على صفحتها على البلوج بتاعتها. داليدا is writing about unusual homes. داليدا بتكتب عن منازل غير عادية. داليدا's mom is an architect. مامتها مهندسة معمارية. داليدا found an unusual house. لقيت بيت غير عادي in the Netherlands. فين؟ في هولندا. It's upside down. لقيت البيت ده مقلوب. يلا بينا هنا كده شباب. قولي يا مايا. She likes about cooking. بلوجينج هي بتحب الكتابه عن كوكينج الطبخ. قول يا جوج. means related to the living things and their environments. ممتازه. ecological معناه انه متعلق بالكائنات الحيه وبيئاتهم. لوكا. they live in a very nice farmhouse. عايشين في بيت ريفي جميل. انجي. I visited some brilliant places with my family. انا زرت اماكن رائعة مع اسرتي. It's really cool. بص
هنا جايب لي شكل البلوج بتاع الدليلة بلوج هوم about me معلومات عني links لو في روابط بتحطها archive اللي هو الارشيف كتبالي بقى on Wednesday في يوم الاربع 8th of November الثامن من نوفمبر كتب عن unusual homes المنازل الغير عادية بتقول هاي بتكلم صحابها بقى اللي عندها على البلوج على الصفحة بتقول هاي my name's Dalida and I like blogging about different things اسمي داليدا وبحب اكتب على المدونة بتاعتي عن اشياء مختلفة this week I'm writing about unusual homes الاسبوع ده انا بكتب عن المنازل الغير عادية this topic الموضوع ده is very interesting for me بالنسبة لي شيق جدا ليه because my mom's an architect لان مامتي مهندسة معمارية so she sometimes takes me to see some brilliant places لذلك يا حودة هي بتاخدني معاها اتفرج على بعض المنازل الرائعة it's really awesome دي فعلا حاجة رائعة I found this unusual house in the Netherlands online وانا بتفرج اونلاين كده عبر الانترنت لقيت البيت الجميل ده في هولندا بيت غير عادي it's upside down البيت ده مقلوب بص look at the picture بيت upside down house يعني بيت مقلوب it is actually an old farmhouse هو في الحقيقة بيت ريفي قديم which people are changing to make it modern الناس بيحاولوا يغيروا يخلوه modern حديث this works very well because all the windows are at the top so you get a lot of light عشان الشبابيك فين at the top فوق عشان كده بيبقى بيدخل لهم ضوء كتير local people السكان المحليين هناك like it بيحبوه ليه why because it fits in very well fits in قلنا يلائم because it fits in very well with the local landscape بيتلائم مع المنظر الجميل المحلي الموجود هناك which is farms and fields واللي هو عبارة عن حقول ومزارع it is also very ecological البيت ده صديق للبيئة جدا ليه because they use air بيستخدموا الهواء water والمية and sun والشمس to heat and make energy for the house علشان يدفوا وعشان يولدوا طاقة للبيت ده فده حاجة ecological صديقة للبيئة that's so cool حاجة رائعة what do you think of it ايه رأيك فيه do you like it هل انت حبيته بيعلمني how to write a blog ازاي تكتب في المدونة بتاعتك write about something you like and enjoy تكتب عن حاجة انت بتحبها وبتستمتع بيها write to your readers اكتب للقراء بتوعك as if you are speaking to them كأنك بتتكلم معاهم use contractions استخدم اختصارات زي it's and words like awesome and cool واستخدم كلمات زي awesome و cool هتخلي الموضوع بتاعك شكله ظريف Use exclamation marks. استخدم علامات التعجب and emojis. واستخدم الايموجيز دي. Give your opinion. ادي رأيك and invite your readers to give theirs. وانت برضو في حاجة اسمها call to action. يعني تخلي الناس يقولوا رأيهم كمان عشان يعملوا لك comments كتير ويبقى في discussion مناقشة. Check that your spelling is correct. وتأكد ان السبيلينج اللي انت كاتبه صح هنشوف هنا بص دي بلوج on Friday 3rd of June في اليوم الثالث من يونيو كان يوم جمعة فبيقول ايه هنا unusual homes المنازل الغير عادية hi my name's Sarah اسمي سارة I like going online بحب ادخل على الانترنت and blogging about unusual things واكتب حاجات على المدونة بتاعتي عن الحاجات الغير عادية last week الأسبوع الماضي I found an unusual house لقيت بيت غير عادي it was in ancient Egypt كان في مصر القديمة
It's awesome. ده رائع. The ancient Egyptians, المصريين القدماء, used mud bricks, استخدموا الطوب اللبن to keep their house cool, عشان يخلوا البيت بتاعهم رطب. The mud bricks, الطوب اللبن ده, made very strong walls, عمل لنا جدران, حيطان قوية جدا. It's really cool. ده رائع جدا. What do you think of it? ايه رأيك فيه؟ Do you like it? هل عجبك وحبيته؟ يلا ناخد الاكسرسايزز هنا. يلا شباب, listen to me carefully. اسمعني كويس بقى. All around the world, people live in different types of homes. All around the world, people live in different types of homes. Many people live in apartment buildings. Many people live in apartment buildings. In Spain, في أسبانيا, in Spain, many people live in villas, بيعيشوا في فيلل, with big swimming pools, وفيها حمامات سباحة كبيرة. Eskimos live in igloos, اللي عايشين في الإسكيمو دول بيعيشوا في igloos, اللي هي البيوت التلجية دي. Igloos are made of huge blocks of ice. الإجلوز دي بيبنوها من التلج. يلا بينا نحل بقى. يلا دكتور. ها. Number one. True. Yes. Bravo. تفضلي يا إنج. Many people. Many people live in apartment buildings. ناس كتير بيعيشوا في شقق. Yes. True. تمام. جايان. In Spain, في أسبانيا, many people live in houses. False. ما قاليش كده. Eskimos يا ملك. Live in igloos. True. Yes. بيعيشوا في igloos. عارفين شكل الإجلو؟ Oh, igloo. It's made of ice. Igloo. يلا شباب. Dalida likes blogging. سلمى, could you spell blogging? Blogging. B-O-O-G-G-I-N-G. Blogging. Dalida likes blogging about different things. بحب تكتب على المدونة بتاعتها عن أشياء مختلفة. Dalida is writing about unusual. قولي لي unusual كده يا جوجو. U-N-S-U AL unusual homes this week. بتكتب عن البيوت الغير عادية الأسبوع. Dalida's mom. قولي لي mom يا رضوى كده. M-O-M. برافو. Dalida's mom is an architect. مامتها مهندسة معمارية. فريدة. Her mom sometimes takes her to see some brilliant houses. H-O-U-S-E-S. برافو. يلا ميرال هاني. What does the home look like? يعني البيت شكله ايه؟ What does the home look like? يلا يا شوش. Where is the بص هنا كده. Where is the نقول unusual house ونقول where is the بقى. Where is the unusual house? أين البيت الغير عادي ده؟ يلا بينا يا دكتورة ريتاج. Blogging means to write. حبيبة قلبي. Blogging معناه ان انت تكتب عن شيء online. يلا بينا جوج. Funny and friendly are positive adjectives. دي صفات ايجابية. برافو. جوجو. My friends are very friendly. صحابي ودودين جدا. برافو عليك يا حبيبي. يلا يا حودة. هنا يا شباب. I'm summer. I'm interested in usual things around the world. One day, ذات يوم, I found an unusual house in the Netherlands online. It's upside down. It's actually an old farmhouse which people are changing to make it modern. This works very well because all the windows are at the top so you can get a lot of light. Local people like it because it fits in very well with the local landscape.
which is farms and fields. It is also very ecological because they use air, water, and sun to heat and make energy for the house. That's so cool. نسأل باء. The general idea of the text is about الفكرة العامة للنص and local landscape. Search online unusual house, the Netherlands. Unusual house. بيتكلم عن البيت الغير عادي. النوس. The underlined word modern. كلمة اللي تحتها خط means معناها new. Modern يعني حديث ونيو جديد. Why is the unusual house ecological? ليه البيت ده صديق للبيئة؟ Because they use air, water, and sun to heat and make energy for the house. يبقى دي هتكتبها الإجابة بس تبدأ ب B capital لأن دي إيه؟ بداية جملة. السؤال الرابع هنا بيقول summarize the first paragraph in one sentence. لخص الفقرة الثانية في جملة واحدة. ادي الفقرة الاولى الـ first paragraph ودي الـ second paragraph. تمام؟ summarize قلنا لخص. نقدر ناخد من هنا ايه؟ I'm interested in an unusual house around the world. One day I found an unusual house. نقول بقى ايه؟ There is an unusual house in the Netherlands. يوجد بيت غير عادي في هولندا and it's upside down وهو مقلوب. There is an unusual house in the Netherlands. في بيت غير عادي في هولندا and it's upside down. والبيت ده upside down مقلوب. هكتبها لك بشكل احسن هنا. There is an unusual house in the Netherlands. يوجد بيت غير عادي in the Netherlands في هولندا. أو ممكن نقول summer likes to reading about different things. حلو. There is an unusual house in the Netherlands and it's upside down. أي جملة هتكتبها هنا هتبقى صح ما تقلقش. المهم من الفقرة كده تفهم المعنى وتلخصه. يلا بينا يا شباب. محمد أحمد هيرتب لي reorder the words to make correct sentence. I like reading. دايما like و love و enjoy بيجي بعدهم ing. يبقى I like reading about. أنا بحب القراءة عن different things. أشياء مختلفة. I like reading about different things. بحب القراءة عن أشياء مختلفة. I like reading about different things. محمد محمود. What do you برافو. What do you think يعني ما رأيك فيه. دايما تستخدمها عشان عايز رأي أي حد تقول What do you think of وبعدين الحاجة اللي انت عايز تاخد رأيه فيها. What do you think of blogging. ايه رأيك في البلوجينج. محمد مروان. The upside down. او جميل. The upside down house. ماله محمد. Is in the Netherlands. برافو. المنزل المقلوب ده في هولندا.
The upside down house is in the Netherlands. The upside down house is in the Netherlands. يلا محمد عمارة. Invite your friends. اعزم صحابك. Invite your friends. ادعو أصحابك to give their opinions عشان يقولوا آرائهم. لا يا حبيبتي. Invite your friends يعني ادعو أصحابك أنت to give their opinions عشان يقولوا آرائهم هم. Invite your friends to give their opinions. Punctuation. عبد الرحمن. D capital. في الآخر. Question more. عشان ده سؤال. Do you like your new house? هل عجبك بيتك الجديد؟ يلا. من جنب. يلا عمر. They didn't go to the beach. T capital. Period أو full stop. نقطة اسمها period أو full stop عشان دي statement جملة خبرية. مراجعة سريعة كده يا شباب على كلمات اليونت. Elevator. Elevator. Closet. Closet. Cushion. Cushion. Oven. Oven. Balcony. Balcony. Armchair. Armchair. Television. Television. Shower. Shower. Howler monkey. Howler monkey. Bricks. Bricks. Mud. Furniture. Furniture. Reed mats. Reed mats. Three. Three. Cheese. Cheese. Spoon. Spoon. Zoo. Zoo. Wool. Wool. Wood. Wood. Blood. Blood. Flood. Flood. يلا سريعا كده نعمل الحاجات دي. He was frightened. هو كان مرعوب. He was frightened. I قولي يا فريد. I share. I share. I share a my bedroom. أنا بتشارك غرفتي. With my sister. مع أختي. I share my bedroom with my sister. بتشارك غرفة النوم مع أختي. I share my bedroom with my sister. يلا آدم. Write. About. اكتب عن. Something you like. Write about something you like. يعني اكتب عن حاجة انت بتحبها. Write about something you like. ادي رأيك يعني اعطي رأيك. يبقى give your opinion. اعطي رأيك. Give your opinion يعني ادي رأيك. Give your opinion. السؤال هنا يا شباب يلا بينا يا لوكا. Where هنرتب دي. الله احلى لوكا. Where do you live? أين تعيش؟ إيمي. What did people use ماذا استخدم الناس to build their homes استخدموا إيه عشان يبنوا بيوتهم. What did people use to build their homes? What did people use to build their homes? يلا تفضل. What's your name? يلا جوج. Do you like unusual homes? برافو عليك. Do you like unusual homes? هل بتعجبك البيوت الغير عادية؟ Excellent يا جوج. يلا يا دكتورة أسيل. Is your room
Is your room big or small? هل اوضتك كبيرة ولا صغيرة؟ برافو اسي. Is your room big or small? هنا جايب الباراجرافز يا شباب، راجعوا عليها كويس. وهنا همليك الليسنينج. يلا مع بعض. Listen to me carefully. In ancient Egypt, many people made their homes near the Nile. They used its water for drinking, cooking, and washing. They also used mud from the river to make bricks for their houses. The mud bricks made very strong walls. Ancient Egyptians built the walls of every house with mud bricks. يلا نجاوب. اتفضل يا سوس. In ancient Egypt, people made their homes near the Nile. سلم. True ولا false؟ عملوا بيوتهم بالقرب من النيل. True. Yes. يلا فريد. People used the Nile water for drinking only. False. بيقول لي استخدموه للشرب بس. طبعا لا. يلا بينا جميل. They used mud to make bricks. True. صح. استخدموا الطمي عشان يعملوا طوب. يلا رغب. Ancient Egyptians built walls with paper. False. ما بنوها بالورق ازاي دي. The furniture in ancient Egyptian homes was very different. كان مختلف جدا. There were reed mats. كان في حصر او سجادات من البوز بيقعدوا عليها ويناموا عليها. They used papyrus. استخدموا نبات البردي، ورق البردي papyrus to cover the windows عشان يغطوا الشبابيك. In every home there were baskets for storing crops. الباسكتس كانوا بيخزنوا فيها crops المحاصيل. والباقي ده يبقى homework يا شباب. واكتب لي unusual homes paragraph جميل كده عن المنازل الغير عادية، مكانها فين و why is it unusual وليه هي غير عادية. هنكتبه مع بعض برضو السيشن الجاي. اسمعني كويس، لسه في البوكلت حاجات عايزك تعمل. اقرا معايا كده. school pool spoon wool tool zoo food wood cook flood blood sheep queen cheese tree seed architect upside down farmhouse modern landscape blog visit ecological city the countryside outside unusual house. بص بقى جايب لي الباراجرافز اهي، وممكن تكتب عن unusual house homes ايه. I like blogging about different things. I found this unusual house in the Netherlands with Cam. بص بقى هنا يا شباب، هتحل لي الحاجات دي لحد اليونيتي الجديد. اوكي هشوفه المره الجايه الكلام ده يا شباب لحد بيج 35. وكده our session has come to the end. And when we finish, we always say goodbye.